أنا أول مرة أحتفل احتفال للأمانة كبير. في العادة يكون الاحتفال مقتصر فقط على الأهل والأصدقاء، لأني موجودة في الرياض ومبسوطة كثير. هذا الشيء اللي خلاني أحتفل مع كل حبايبي بحفلة كذي كبيرة، وأكيد شرفتوني ونورتوني اليوم. وبهالبيك بارتي حبت أميرة محمد إنها تودع سنة 38 وتستقبل عامها 39، فهالسبب الديكور كان مميز. فشوفنا لوحات كبيرة لصورها الكثيرة اللي زينوا مدخل حفل الميلاد مع كمية كبيرة من البالونز باللون الأبيض والأزرق، وكمان اللون الأبيض طغى عليه الفينيو كله، واللي تميز كمان بالأمبريلاز الكثيرة بوسط القاعة. وهاليوم المميز اختارت فستان سيمبل فايلت، أما الشعر فكان بونيتيل لوس، والميك اب مركز على ألوان شادس وبينك. بس الملفت كان المجوهرات اللي نسقتهم مع الإطلالة، وبالأخص هالخاتم يلي هو محبس، فهل يعني في حب في حياتها؟ ليش الخاتم لازم يكون لصاحب؟ صاحب الخاتم يعني لسه مفقود، جاري البحث عن صاحب الخاتم لا. وهذه المناسبة ضمت أقرب صديقاتها، من بينهم المهرة البحرينية اللي وصلت مخصوص عشان تحتفل مع أميرة بعيد ميلادها. ومش بس صديقاتها تمنوا لها بيرثدي ويشز، فهي كمان تمنت لسنة 2021. متفائلة فيها، ودائما أنا أحب أن أكون متفائلة مثل ما تفائلت في 2020. يمكن هذه الشيء الأزمة هذه اللي صارت أزمة كورونا على الجميع، ولكن إن شاء الله بإذن الله 2021 راح تكون سنة مختلفة وسنة استثنائية. يمكن أنا عشان من برج القوس فمتفائلة كثير في 2021، ولكل الأقواس أقول لكم 2021 راح تكون سنة استثنائية إن شاء الله. ومعقول نلتقي بأميرة وما نسألها عن أجدد أعمالها؟ قاعدين نجهز لأكثر من عمل. كان عندي قاعدة أقرأ سيناريو لفيلم راح يجمعني مرة أخرى مع سيدة الشاشة اللي هي حياة الفهد أكيد من بعد فيلم نجد. وهي سبق واشتغلت معاها من قبل بالعولمة والدنيا لحظة وغيرها، والآن حيرجعوا يجتمعوا بهالعمل يلي بيكون ثالث عمل سينمائي لحياة الفهد بمسيرتها. ثقتها هي في العمل السعودي وفي المنتج السعودي وفي القصة السعودية، وهي حابة دائما تكون متواجدة، وهي أكيد شرف كبير لي أن أشاركها وأكون موجودة معها. وغير هالفيلم في مسلسل بتحضر له أميرة كمان، مشاركة في أكثر من قصة في مسلسل يحمل أشعار الأمير خالد الفيصل. يعني في شوية أشغال بس ما نبي نقول كل شيء. يمكن أنا شوي كنت بعيدة عن الدراما، بس الحين راجعة متعطشة أكثر حق الأعمال الفنية. وعودتك للدراما ولهالمسلسل بالتحديد، فإيش هتكون قصته؟ هي مجموعة قصص، كل قصة تقريبا 3 حلقات فيها بطل أو بطلين. راح تكون قصتي الأولى لأن أنا قريتها حاليا مع النجم السعودي اللي أنا أعشق تمثيله كثير، واشتغلنا في أكثر من عمل اللي هو تركي اليوسف، وجه له تحية أكيد، ومع الفنان ماجد مطرب. ما أقدر أقول لك شنو هي القصة لأن بعد بكرة راح أبلش تصوير، ولكن راح يكون شيء مختلف، يعني قصص مختلفة راح تحمل كل قصة قصيدة من قصائد الأمير الشاعر خالد الفيصل.